مرحبا ومسهلا فيكم من جديد أعزائي المشاهدين. مواصلة للنجاحات التي تحققها في كافة المحافل الدولية، فازت قطر بتنظيم حدث رياضي عالمي جديد، هو تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى لعام 2019، وذلك بعد التصويت الذي جرى يوم الثلاثاء الماضي في مدينة مونتي كارلو الفرنسية. نعم مشاهدينا الكرام، كان مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى قد منح الدوحة شرف استضافة مونديال 2019 بعدما تفوقت على مدينتي برشلونة الإسبانية ويوجين الأمريكية لسجل حدث الفوز أكبر انتصار لمنطقة الشرق الأوسط. طبعا فوز قطر بهذا الحدث الرياضي العالمي الكبير يلقي الضوء مرة أخرى على المصداقية التي باتت تحظى بها قطر في المحافل الرياضية الدولية، فالانتصار الذي حققه الوفد قطري بنيل ثقة العالم يأتي امتداد لسلسلة الانتصارات التي بدأت على الصعيد العالمي بفوز قطر بتنظيم كأس العالم وبطولات أيضا عالمية أخرى، وهو ما يمثل فقط نقطة الانطلاق لتكون قطر أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بتنظيم هذه الدورات العالمية. نعم الله الحمد، نشكر الله صراحة على هذه الإنجازات المتواصلة اللي بصراحة بدينا على قولتهم بدأوا يجيبوننا الذهب والله الحمد. يستاهلون طبعا أحمد، يعني هذه ثمرة المجهود، يعني مجهود العمل الجماعي، ودائما يعني الإنجازات اللي نشوفها، حتى والله يعني أمس أسولف مع الناس وأسمع أن في ناس من الآن يعدون العدة وأيضا يدخلون عيالهم في أسباير حتى يكونون مستعدين لمثل هذه التجارب الرياضية اللي قد تكون فريدة من نوعها في بعض الأحيان. نعم مشاهدين الكرام، تجربة فريدة عاشها المستمعون في مؤتمر المنظمة العالمية للخيل العربية، وهو الذي استضافته قطر في هذا الأسبوع. نتابع التفاصيل في التقرير التالي. على هامش فعاليات مؤتمر الواهو الذي تستضيفه الدوحة والذي يجمع كل المعنيين ببحث شؤون سلالات الخيول العربية حول العالم، نظم المسؤولون في المؤتمر زيارة لمزرعة الهجن الخاصة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي تقع في منطقة الشاحانية. بدأت الرحلة بعرض تعريفي لسباق الهجن، ثم توجه الزائرون نحو مستشفى العوينة التي يتم فيها معالجة الجمال المريضة، كما قام الضيوف بجولة على بعض أقسام المستشفى. ومن بعدها نزل الضيوف في إحدى أقسام المزرعة حيث استراحوا لتلقي الضيافة العربية الأصيلة والاستمتاع بركوب الهجن والتقاط الصور معها. Well, we are having a wonderful visit, a good conference, and the second time Qatar has hosted us, so we're very happy to be back in Qatar. We are here at the Camel Farm, which is very interesting to see camels racing. This we do not have in England. Today, for us, it's very, very interesting because we don't know anything about camels, and we were shown the camel hospital and the camel sod farm, and now we had the opportunity to ride a camel. It was very, very funny for us. أستاذ الكرام، جميل أن احنا نفتخر في عاداتنا وتقاليدنا ونفتخر بتراثنا. شفنا فرحتهم ما شاء الله، هم قاعد يجربون يعني احنا وابهاتنا ولا شلون كانوا عايشين، بس يقول لك استانس على ركوب المطايح. أكيد هو طبعا يعني الأجانب يحبون مثل هذه الرياضات المتعددة، ودائما حتى لما يجون سوق واقف بالذات تلقونهم متواجدين هنا يشوفون الخيل ويشوفون الجمال اللي متواجدة بالقرب من سوق واقف. أعزائي المشاهدين، ننتقل وياكم إلى خبر آخر، حيث هو الخبر الاقتصادي. افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الأسبوع العالمي لريادة الأعمال. أحمد، نعم قطر تشارك في هذا الحدث للعام الثالث على التوالي بحضور نخبة من رجال المال ورواد الأعمال ومشاركة مجموعة متنوعة من المؤسسات والمنظمات. المزيد في التقرير التالي.
افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والذي انطلقت فعالياته بحضور أكثر من 200 من رواد الأعمال وصانعي السياسات في قطر. إن النهوض بقطاع ريادة الأعمال يشكل لبنة أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، بعيداً عن الاعتماد الكلي على قطاع النفط والغاز، كما يشكل جزءاً من خطة وطنية لضمان دور أكبر وأكثر فاعلية للقطاع الخاص في دعم النهضة الوطنية واستكمالاً لمسيرة التنمية التي تشهدها دولة قطر والمساهمة في التحول نحو اقتصاد المعرفة. مجموعة متنوعة من المنظمات المحلية يضمها مجلس قطر لريادة الأعمال، تشمل بنك قطر للتنمية صلتك، ومركز بداية قطر للمشاريع، وشركة شيل قطر، وجمعية رواد الأعمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وجامعة قطر، وواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، ومركز حياك حاضنة قطر للأعمال، ومؤسسة كيف تعمل المرأة. اليوم كان عندنا إطلاق أسبوع ريادة الأعمال، طبعاً هذا حدث عالمي في دولة قطر. بنك قطر للتنمية شريك مع مؤسسة صلتك شركة شل قطر لتنظيم هذا الحدث العالمي محلياً. طبعاً الأسبوع ينطوي على ما يعادل 43 ورشة عمل منفصلة. في ورشات العمل هذه يتم تعريف رواد الأعمال القطريين بفرص المشاريع، آليات الوصول للخدمات المتوفرة من قبل الحكومة لدعم رواد الأعمال. الخدمات هذه طبعا سواء من قبل الاحتضان أو حاضنات الأعمال، التمويل أو الدعم غير المادي عن طريق دراسات الجدوى. فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تهدف إلى استثمار طموح الشباب من خلال تزويد رواد الأعمال الطموحين بما يحتاجونه من أدوات ومعرفة، وربطهم بالمؤسسات المعنية والخبراء المتخصصين. كما يشكل الأسبوع العالمي لريادة الأعمال مناسبة اقتصادية هامة في قطر تزخر بالمزايا والمعارف في مجالات الأعمال المتنوعة. مشاهدي الكرام، في حدث اقتصادي آخر وتحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، استضافت الدوحة فعاليات المؤتمر العربي التاسع حول منظمة التجارة العالمية. نعم، نظم المؤتمر هذا في وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية. نتابع التفاصيل من خلال التقرير التالي. بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الاقتصاديين العرب، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية في هذا المجال. ويستعرض المجتمعون إعلان مؤتمر بالي والقرارات الوزارية الصادرة بشأن أجندة الدوحة للتنمية. لا شك لدينا أن المشاركين من صانعي القرار والقيادات المسؤولة عن قضايا التجارة الدولية من مجتمع الأعمال والأكاديميين سيجدون فائدة كبيرة في هذا المؤتمر الهام، والذي يتناول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية في ضوء اهتمام الدول العربية، وذلك تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العربي الثامن حول منظمة التجارة العالمية، ولا سيما في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية أو الاقتصادية على منطقتنا العربية. ويشارك في أعمال المؤتمر عدد من الخبراء المختصين باتفاقيات منظمة التجارة العالمية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر. المؤتمر له أهداف عديدة، ولكن أهم هدف هو كيف يمكن للدول العربية واقتصاديات الدول العربية أن تستفيد من اتفاقية منظمة التجارة العالمية أو الدولية، من أجل النفاذ ووصول السلع العربية إلى الأسواق
العالمية. المؤسسات العربية لها كثير من الارتباطات بمنظمة التجارة العالمية، فهذا المؤتمر الدوري يأتي للتباحث وتحديث المعلومات وتعميق العلاقة بمنظمة التجارة العالمية. يذكر أن هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية يتضمن 6 جلسات عمل تبحث على مدى 2 أوجه العلاقة بين الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية. وفي سياق آخر أعزائي المشاهدين، استضافت قطر هذا الأسبوع فعاليات قمة الشرق الأوسط للمدن الذكية والتي يشارك فيها مسؤولين وخبراء مختصون في مختلف المجالات وشركات أيضا ومؤسسات متخصصة. نعم مشاهدينا الكرام، تناقش القمة آخر ما توصلت إليها التجارب العالمية في مجال المدن الذكية الآمنة. بدأت في الدوحة اليوم فعاليات قمة الشرق الأوسط للمدن الذكية والتي تستمر على مدار 2 بحضور ممثلين للبلديات والشركات والمؤسسات المالية والهندسية والحكومية والمتخصصة. تناقش القمة تجارب عدد من المدن الناجحة في خلق بنى تحتية متكاملة وآمنة، كما تناقش آخر المستجدات التي طرأت على مفهوم المدن الذكية وقضايا التميز في الاستدامة التشغيلية للبنية التحتية ونشر أنظمة إدارة المباني وتنفيذ أنظمة النقل الذكية للحد من اختناقات المرور والتمويل والخدمات المصرفية لمشاريع البنية التحتية في قطر. طبعا هذا المؤتمر يتناول حقيقة من أهم المواضيع التي يتم تداولها في الساحة حاليا، وهو كيفية بناء مدن ذكية، مدن تتحاور وتوفر الأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا لتسهيل الحياة اليومية التي يمارسونها السكان، وبالتالي تسهيل الحياة وتسهيل الوصول إلى الكثير من الخدمات عن طريق توفير التطبيقات الإلكترونية والتي يمكن أن تنعكس من خلال الكثير وتغطي العديد من القطاعات، سواء كانت تغطي القطاعات الاقتصادية الاجتماعية وكثير من مناحي الحياة، مما ينعكس إيجابا على التقدم والتطور في هذه المدن. الرئيس المؤسس للقمة الدكتور يوسف محمد الحر، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير التابعة لشركة الديار القطرية للتطوير العقاري، أكد أن المبلغ الإجمالي للاستثمارات في سوق تكنولوجيا المدن الذكية أصبح 8.1 مليار دولار، متوقعاً أن يرتفع الرقم إلى 39 مليار ريال في الفترة المقبلة. نعم مشاهدينا الكرام، وفي فقرة مصانع الأسبوعية بنواصل وياكم أعزائي المشاهدين تسليط الضوء فيها على المصانع المحلية اللي تساعد في رفع شعار صنع في قطر. نعم أحمد، طبعا الأسبوع تعرفنا أكثر على أحد المصانع القطرية الكبيرة وهي شركة المستقبل المتخصصة بصناعة الأنابيب، نتابع وياكم هذا التقرير عن المصنع. تأسست شركة المستقبل للأنابيب سنة 2004 وبدأت بالإنتاج عام 2007، وهي الشركة الوحيدة في قطر اللي تقوم بصنع الأنابيب اللي تراوح قطرها من 80 مليمتر إلى 4 أمتار. وتستخدم هذه الأنابيب في مشاريع البنية التحتية اللي تتضمن شبكة المياه والغاز
ومجاري الصرف الصحي والحريق وجميع الأعمال ذات الصلة. تنقسم عملية التصنيع إلى 6 أقسام، بدءاً من عملية الفحص بواسطة أجهزة الكمبيوتر للمواد الأولية اللي تستعمل في التصنيع كالألياف الزجاجية، الفايبر جلاس والرزين، وذلك للتأكد من جودتها بعد استلامها من المستورد. بعد الموافقة من الأخصائيين على النوعية ومطابقتها لمواصفات التصنيع، تنطلق عملية الإنتاج. البداية تكون بتحويل خيوط الألياف الزجاجية إلى شكل اسطواني بعد تحديد سماكة الأنبوب بحسب المشروع الذي سيستخدم فيه. وبعد الحصول على الشكل والسماكة المطلوبة، تتم إضافة خليط من الرزين والألياف الزجاجية كطبقة خارجية أخيرة، ثم يخضع الأنبوب للأشعة ما دون الحمراء، وذلك لجعله يصل إلى مستوى الصلابة المطلوب. بعدها يتم تقطيع الأنبوب بالطول والحجم المطلوبين والتأكد من إزالة الشوائب من الداخل والخارج. يخضع الأنبوب لضغط المياه للتأكد من عدم وجود أي تسريب، ليتم في النهاية ضغط الأنبوب بحسب وجهة الاستخدام المطلوبة، سواء كان مصمماً للاستعمال فوق الأرض أو تحت الأرض. طبعاً أعزائي المشاهدين، مثل ما شفنا وياكم هذه الفقرة اللي تعودنا كل أسبوع دائماً نحطها، اللي هي فقرة المصانع الأسبوعية. إحنا اللي نبي نقول أنه دائماً أن المجال هذا مفتوح، والمجال ما زال طري أو بيئة خصبة جداً جيدة قد تكون للاستثمار. ودائماً أحمد إحنا نحب أن نشجع دائماً على الاستثمار وعلى البزنس، يعني الواحد لازم يطلع شوي من عقلية شنو أنه يكون الموظف. أكيد أكيد نعم. أكيد الله يرزقنا ويرزقك إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. أنا وأحمد نحب البزنس وايد، يعني إن شاء الله يا رب إن البادر إن شاء الله عقب فترة. أنا بس باقي أنا بادر إن شاء الله. الله كريم إن شاء الله. قول لا إله إلا الله. حق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إذا أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل راح نتابع وياكم. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدشن أحد مواقع الشبكة الإسلامية المخصصة للأطفال،